السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. هنأ الرئيس الموريتاني محمد بن الشيخ الغزواني نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة احتفال الجزائر بعيدها الوطني. قال الرئيس الموريتاني في برقية بعث بها لنظيره الجزائري إن موريتانيا حريصة على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بينها مع الجزائر. عبرت البرقية الرئاسية عن تهاني موريتانيا للرئيس والشعب الجزائري وتمنياتها للجزائر بالمزيد من التقدم والرخاء وفق ما جاء في البرقية. انعقدت اليوم عبر تقنية الفيديو أعمال الدورة 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة الذي تتولى موريتانيا رئاسته الدورية. وأكد وزير التشغيل والشباب والرياضة الطاهر بولسيد أحمد أن تهميش الشباب وإقصاه وحرمانه من حقوقه في بعض الأنظمة السابقة تسبب في الدفع به إلى مستنقعات الجريمة والانحراف والتطرف، مضيفا أن إشراك الشباب بات خيارا لا بد منه. ونبه الوزير إلى أن القطاع لضمان مشاركة الشباب وتعزيز قيم المواطنة وترسيخ ثقافة التطوع لديه قام بإنشاء برنامج خدمة مدنية يدعى وطننا يستقبل الشباب المتطوعة في شتى المجالات ذات النفع العام. أظهرت الحالة الوبائية أو الحصيلة الوبائية لوباء الحصيلة اليومية لوباء كورونا اليوم لليوم الرابع على التوالي عدم تسجيل أي وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا وفق ما أعلن مدير الصحة العمومية دكتور سيدي الزحاف. وأعلن الزحاف عن تسجيل أكثر من 120 حالة جديدة من الفيروس و40 حالة تعافي منه ليصل بذلك مجموع الإصابات أكثر من 4800 منها ما يزيد على 1800 حالة شفاء. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من المواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة 9، نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.